قدم معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه رئيس الاتحاد الاسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم مساء اليوم طلب ترشيحه رسميا لخوض انتخابات رئاسه الاتحاد الدولي المقرر اجراؤها في اجتماع الجمعيه العموميه غير العادي للاتحاد بمدينه زيورخ السويسريه يوم السادس والعشرين من شهر فبراير المقبل. واصدر الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه بيانا رسميا بهذه المناسبه جاء فيه التزاما بمسؤوليه مواصله خدمه لعبه كره القدم بكل عزم ومهنيه واستشعارا بدقة المرحلة التي يمر بها الاتحاد الدولي ورغبة في عادة المنظمة العالمية لمسارها الصحيح واستجابة لدعوات العديد من أعضاء المنظومة الكروية فقد قررت الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات المقبلة وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة تمر مسيره الاتحاد الدولي لكره القدم بمرحله دقيقه في الوقت الراهن تستدعي العمل بكامل الجديه من اجل استعاده الثقه بهذه المنظمه الرياضيه الكبرى، وهو الامر الذي يدفعنا لعدم الوقوف مكتوفي الايدي وبذل كل جهد ممكن لتقنيه لتنقيه صوره المظله الجامعه لكره القدم العالميه، واضاف ان الظروف الصعبه التي يمر بها الاتحاد الدولي تتطلب الان تكاتف اسره كره القدم العالميه لتجاوز هذه المرحله لان روح الوحده والتضامن إذا ما سادت فإنها ستشكل جسرا نحو العبور إلى عهد جديد يعالج سلبيات الماضي ويرسم معالم طريق المستقبل المشرق كما أن تجاوز تلك العقبات يستدعي وجود قيادة تتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة وتكون جديرة بنيل ثقة أسرة كرة القدم العالمية وأشار إلى أنه لم يعد خافيا على أحد ما أحدثته التطورات المتسارعة في الفترة الماضية من أثار سلبية على سمعة ومكانة الاتحاد الدولي وعلى ضوء تلك التطورات فقد تلقيت اتصالات عديده من منتسبي اسره كره القدم العالميه سواء من الاتحادين الدولي والاسيوي والاتحادات القاريه والوطنيه تطالبني بالترشح لرئاسه الاتحاد الدولي خلال الانتخابات القادمه